ومناسبة طبعا النجوم اللي ظهروا، أنا جايب لكم النهاردة موهبة مصرية مزدوجة الجنسية هنقدمها لحضراتكم، بس لاعب أكتر من رائع هنقدمه لكم في فقرتنا الأخيرة في السادسة. بس خلوني الحقيقة أروح لملف في منتهى الأهمية، ملف حراسة المرمى. مش ممكن تلاقي فريق كبير مهما كان أسماء اللعيبة اللي بتلعب فيه، فريق بيحقق بطولة، فريق مرشح دايما، إلا ما يكون عنده حارس مرمى من العيار الثقيل. وكلمة أو مقولة إنه حارس المرمى الجول كيبر ده هو نص الفرقة، كلمة دي في منتهى الحقيقة يعني في محلها تماما. ويمكن هاخد رأي واحد من مدربين حراس المرمى في انجلترا دلوقتي، هيوجو أوليفيرا مدرب حراس مرمى فولهام الانجليزي، وبالمناسبة كمان هو كان يمكن اشتغل مع مدير فني المنتخب مصر كارلوس كيروش. بداية خلينا نرحب طبعا بضيفنا على شاشة الأهلي، وأهلا بيك معنا في السادسة. حسنا مرحبا، دعني أخبركم أني أنا الذي سعيد بتواجدي معكم هذا اليوم. شيء يسعدنا ويشرفنا، وطبعا بداية أنا بارك لك الحقيقة على المستوى الرائع اللي بيقدمه في فريق فولهام الإنجليزي في الشامبيونشيب، واللي أعتقد أنه أصبح قريب جدا من التأهل للبريمير ليج. حسنا، انها مباراة تلو الاخرى، لدينا 13 مباراة لننهي المسابقة، يجب ان نقاتل للنهاية، يجب ان نركز وناخذ الامر خطوة بخطوة ومباراة بعد مباراة. الفريق الان يعمل بشكل جدي، نركز على المباراة القادمة ونأمل ان نفوز بها. طيب قبل ما افتح ملف فولهام، لانه الحقيقه يعتبر واحد من الانديه التاريخيه في انجلترا، ويعني يهمني نقدمه للناس في صورته او في شكله الحقيقي، خليني الاول اتكلم على تجربتك، لانه انا عارف انك انت اشتغلت مع كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري قبل كده، والراجل تولى المهم عندنا في مصر في توقيت صعب جدا. بدايه انطباعاتك عن كارلوس كيروش واهم ايجابياته كمدير فني من وجهه نظرك. بالنسبة لي كان أمرا رائعا أن أعمل مع كارلوس كيروش. كان الأمر رائعا، عملت معه في منتخب البرتغال لمدة عامين ونصف، كان الأمر، وكنت أيضا مدربا مساعدا، كان الأمر رائعا. هذا مدير فني ذكي جدا جدا جدا، لديه القدرة والاستيعاب اللاعبين وعلى فهم اللاعبين، فريق لديه القدرة على خلق فريق منظم، فريق لديه تكتيك جيد جدا، يستطيع أن يجعل اللاعبين أن يقاتلوا وينفذوا ما يريده بالتحديد، يستطيع أن يجعل الفريق في حالة التزام دائم. من الناحية الفنية فريق هو مدير فني رائع. بالنسبة لي أنا فخور أني عملت يوما ما مع مدير فني عالمي ككارلوس كيروش. بروفيسور كيروس أو السيد كيروس هو بالنسبة لي يستطيع أن يطور أي فريق. هو استطاع أن يطور الكرة في جنوب أفريقيا، استطاع أن يطور الكرة في البرتغال وإيران، هو أينما حل يستطيع أن يطور كرة القدم هناك. هو استطاع أن يحقق نتائج جيدة مع كبرى الفرق العالمية كريال مدريد ومانشستر يونايتد، فأعتقد أن كل الأجيال التي تميزت كلويس فيجو، كوستا، باولو سوزا، وكثير من اللاعبين لعبوا مع كارلوس كيروش كريستيانو رونالدو، كل هؤلاء اللاعبين وبيبي، باولو فيريرا، كارافالو، نونو غوميز، كل هؤلاء اللاعبين خرجوا من تحت ايد كارلوس كيروش. هو مدير فني منظم جدا، مدير فني يتحلى بالثقه التي تجعله يستطيع ان يحقق ما يريد كيفما يريد. اعتقد ان هذا هو الاختيار الافضل لمنتخب مصر منذ مده، ان يحظى منتخب مصر بمدير فني عالمي ككارلوس كيروش. طيب خليني اسالك على، يمكن اتكلمت عليه كمدير فني ازاي بيتعامل مع الفريق او من الناحيه الفنيه والتكتيكيه، لكن مع الجهاز الفني، وانت كنت احد اعضاء الجهاز الفني اللي اشتغل معاه في البرتغال، ازاي بيتعامل مع الجهاز الفني؟ هل هو ديكتاتور في اتخاذ قراراته، ولا بيدي مساحه اكتر من الحريه للجهاز الفني المساعد ليه على المشاركه؟ حسنا، السيد كارلوس كيروش هو مدير فني مثالي،
هو يعطيك المساحة الكبيرة لتعطي رأيك في ولتحضير للمباراة القادمة. يسأل الأفراد الجهاز الفني ويستعين بهم في تنظيم التمرين. يسأل رأي الجميع، المساعد، المدرب المساعد، مدرب حرس المرمى، محلل الأداء، محلل الفيديو. يريد أن يعرف رأي الجميع. هو على هذا المستوى هو ذكي جدا ويهتم أيضا برأي الآخرين، ولكن أعتقد أنه لديه رأيه الخاص ولديه اختياراته الجيدة جدا. هو يستعين بالآراء جميعا، ولكن يأخذ رأي واحد، الرأي الأهم لمصلحة الفريق. ولكن من المهم عنده أن يشارك الجميع في صناعة القرار، لأننا نعمل مع كارلوس كيروش، كنا نعمل كفريق واحد يتخذ قرارا واحدا. يسأل في ده طبعا كابتن ضياء السيد والكابتن محمد شوقي، لكن على كل الأحوال يعني أنا بتمنى له النجاح في مهمته، لأنه يعني داخل على مرحلة مهمة جدا بالنسبة للمصريين كلهم، وهي طبعا مرحلة المنافسة على تذكرة التأهل لكأس العالم عن قارة أفريقيا. أرجع معاك لفولهام الإنجليزي، وكنت بقول إن واحد من الأندية التاريخية، واحد من الأندية العريقة اللي عانى بمطبات كتير صعبة، بينافس حاليا على تذكرة العودة مرة تانية للبريمير ليج. بداية شايف قدرة فولهام على تحقيق الهدف ده، وفي حال عودته قدرته على الاستمرار في منافسة في البريمير ليج شايفها ازاي؟ بالنسبة لي فولهام كما قلت واحد من الأندية التاريخية في إنجلترا. الآن نقاتل بالفعل لنعود للدوري الإنجليزي مرة أخرى. تبقى لنا شهرين أو أقل لنعود للبريمير ليج مرة أخرى. إذا فعلنا ذلك فأنا متأكد أننا سنحاول أن نعمل كفريق على البقاء في البريمير ليج وأن ننافس في البريمير ليج وأن نعود لسابق عهد الفريق. تعمل الآن مع دعم قوي، مع نادي رائع ودعم قوي من الجماهير ومن الإدارة. الآن نحظى بأفضل شيء في العالم، وهو المنافسة، العمل والمنافسة للصعود للبريمير ليج مرة أخرى. في حال التأهل لبطولة البريمير ليج، هيعتمد فريق فولهام على نفس السكواد اللي نجحت في المنافسة في الشامبيونشيب، ولا تعتقد أن الفريق هيبقى محتاج لأسماء أكبر، محتاج لصفقات من العيار الثقيل عشان يقدر ينقل نفسه لمستوى المنافسة في البريمير ليج؟ حسناً، تركيزنا الآن هو بطولة الشامبيونشيب، هو التأهل الآن. هذا هو كل ما نركز عليه الآن. بالطبع إذا صعدنا وتأهلنا سنعد فريقنا بشكل جيد لنقاتل على البقاء في البريمير ليج، ولكن تركيزنا الحالي هو أن نتأهل ولا نركز على استخدام اللاعبين الآن. هتنقل معاك لملف حراسة المرمى. من وجهة نظرك، لو طلبت منك مثلا تختار أكثر خمس حراس مرمى مميزين على مستوى الدوري الإنجليزي، على مستوى البريمير ليج، تختار مين؟ حسنا، هو ليس سهلا بالنسبة لي أن أجيب على هذا السؤال. حسنا، أنا أحب الحراس المرمى الذين أعمل معهم، ولكن بالنسبة لي الآن في العالم الآن وليس البريمير ليج فقط، هو إيدرسون، هو لاعب بنفيكا النادي السابق، وبالنسبة لي في إسبانيا أوبلاك، لكن بالنسبة لي إنجلترا هو أفضل حارس الآن إيدرسون، هو حارس رائع. وايضا بالنسبه لي في البريمير ليج أليسون بيكر الان هو واحد من افضل حراس العالم في السنوات الاخيره، يؤدي اداء رائعا. وايضا بالنسبه لي رامزديل في الارسنال هو حارس رائع ويؤدي موسما استثنائيا، هو واحد من افضل الحراس في العالم. ولا استطيع ان ابخس حق دوناروما ويان اوبلاك على مستوى العالمي، ولكن حاليا كما قلت إيدرسون، أليسون، ومندي، لا استطيع ان انسى مندي، وديخيا ورامزديل هم خمسه حراس الذين افضلهم. يعني لا لو اتكلمنا على اضم انا يعني اسماء ثانيه، اقول مثلا اوليفر كان، ويهمني ملاحظتك في النقطه دي. اوليفر كان الماني، تيبو كورتوا بلجيكي،
ماندي سنغالي، إدرسون وأليسون بيكر من البرازيل، مانويل نوير طبعا ألمانيا، جان لويجي دوناروما إيطاليا. مش غريب شوية أني لو اخترت مثلا أهم 10 أسماء في حراسة المرمى على العالم مش هتلاقي من بينهم اسم إنجليزي، على الرغم من أن إنجلترا بتملك أقوى مسابقة أو أقوى بطولة على مستوى البطولات الدوريات على مستوى العالم، وبتملك أيضا يمكن أهم لاعبين في كل المراكز على مستوى العالم كله. مش غريبة شوية يكون غايب الحراس المرمى الإنجليزي عن المشهد؟ حسن، الأمر لا يعتمد على البريمير ليج فقط لتجد أفضل لاعب في أفضل حارس في العالم، الأمر يرتكز على الفريق ككل، وتطور حراس المرمى في العالم الآن أصبح ليس حصريا على إنجلترا. إذا نظرت الآن ستجد أليسون وإدرسون من البرازيل وميندي من السنغال وحراس مرمى من جنسيات أخرى، وتجد لاعبين أفضل لاعبين العالم ليسوا من إنجلترا. فأعتقد أن طريقة التفكير في هذه الدول بالنسبة لحراس المرمى، لديهم طريقة قوية جدا في التعامل وتأهيل حارس المرمى. أعتقد أن لديهم طريقة رائعة في تأهيل حارس المرمى، وأعتقد أن التوقيت عامل مهم في اختيار حارس المرمى. أن تعمل على حراس المرمى الشباب وأن تشركهم وأن تعطيهم الفرصة وأن تعطيهم الثقة. أعتقد أن بايرن ميونخ يقوم بهذا العمل، وأياكس يستطيع العمل على اللاعب في مستوى في سن صغيرة، وكذلك ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على حد سواء. فأعتقد إذا وفرت للحارس هذا المناخ فستجد لديك واحدا من أفضل 10 حراس على مستوى العالم إذا أعطيته الفرصة المناسبة. فبالنسبة لي هذا، لكن الفرصة هنا في دوري بيسمح سير في بعض ال في بعض الدوريات مثلا زي عندنا الدوري المصري بتمنع الاحتراف في مركز حراسه المرمى عشان تدي فرصه ومساحه اكتر لحراس المرمى المصريين ان هم يشاركوا ويظهر منهم المواهب او الكفاءات اللي تقدر تتولى حراسه منتخب مصر. لو بصينا للدوري الانجليزي هتلاقي انه اهم 6 انديه في انجلترا واللي بتشارك في بطولات اوروبا بتعتمد على حارس مرمى اجنبي. هل هنا الفكره هي فكره اتاحه الاحتراف في مركز حراسه المرمى او منعها؟ ده من وجهه نظرك هل ممكن يؤدي لتطوير مستوى حراس المرمى الانجليز تحديدا؟ حسنا، بالفعل إذا أعطيت الحارس الإنجليزي الفرصة ستجد مستوى أكبر، ولكن البريمير ليج لا يهتم إلا بالنتائج. فالنادي الآن يوقع مع الحارس المميز ليعطيه نتائج مميزة، ولكن الأمر لا يعتمد فقط على التأهيل، الأمر يعتقد على النتائج، والأمر لا يعتمد فقط على حارس المرمى الأجنبي. ولكن إذا نظرت ستجد العديد من المراكز بها لاعبين أجانب. إذا كان لديك، وهذا نفس الأمر بالنسبة لحراس المرمى، إذا كان لديك اللاعب الأفضل أيا كانت جنسيته فإنه سيشارك. تجربة ماندي حارس مرمى السنغال وحارس مرمى تشيلسي الإنجليزي، هل بتشوف وطبعا نجاحها وخصوصا بعد حصوله على لقب أفضل حارس مرمى في العالم من الفيفا، هل بتشوف إنها ممكن تفتح الباب أكتر لحراس المرمى الأفارقة للاحتراف في الملاعب الأوروبية؟ نعم، أعتقد أن هذا أمرا هاما، ونحن الآن في عالم مفتوح لكل الاحتمالات وكل الإمكانيات. إذا نظرت الآن ستجد حراس عالميين من أفريقيا، ياسين بونو في إشبيلية، ستجد الآن في أندري أونانا في أياكس، وكما ذكرت ميندي في تشيلسي. وبالفعل ميندي هو أفضل حارس في العالم، ولكن حراس الأفارقة الآن لديهم الفرصة الكبيرة للعب في أوروبا واللعب في أكبر الأندية الأوروبية بغض النظر عن اسم الحارس ومن أين أتى. ستجد فالحارس الأفريقي سريع التأقلم، سريع التطور، يتأقلم مع جميع الأجواء، مع جميع الثقافات، وإذا أعطيته الفرصة المناسبة فسيتألق بلا شك في أوروبا. هيجو أوليفييرا مدرب حراس مرمى فولهام الإنجليزي، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك وعلى مشاركتك معنا
في السادسة، والكلام أكتر بقى بالتفصيل عن الكرة العالمية وآخر مستجداته. طبعا احتفالات ليفربول بعد الفوز وتحقيق كأس الرابطة على حساب تشيلسي في مباراة من أمتع المباريات اللي شفناها وتابعناها الموسم ده، الكلام على الترانسفير ماركت وكلام على لاعبينا المصريين المحترفين في الخارج واللي ممكن يكونوا مادة خام ومواهب تفيد الكرة المصرية والمنتخبات المصرية في اللي جاي. هيكون معنا في السادسة، بس تسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نقابل حضراتكم في نفس المكان على شاشة الأهلي.